في فوق صالون بس كلايمر. ده الرايت فيو الاول. ده الرايت. ماشي. في فوق صالون بس كلايمر. تحت عند الاسترنم في ترانسفير وراسك ماشي. فوق عند اللمبر في لوندس لمبر. اسمه ايه؟ لوندس لمبر. لونجس لمبر مصر. لمبر عشان انت عندك تحت اللمبر. ماشي. ده اول حاجه مصر. خش على الدفان. خش على الدفان. الدفان فوق الجزئين. تندنيوس. تندنيوس بس سنتر. تندنيوس بس سنتر المركز بتاعه. اه. بريفرال الطرف ده مصر. مصر ده بيتقسم لثلاث ازياء. ناحية الاسترنم بس كده. كم؟ قلنا جزئين تندنيوس ومصر. مصر. الاسترنم. ده الخوف. ده اللمبر. ناحية اللمبر ده فيه رايت كلاس. المصر اللي هي رايت كلاس بس. رايت كراس كيفت كراس وليت كراس تفرق الاثنين لان دي بتبقى كبير ماشي بس راس التفريق يا جماعه رايت ارسي بيطلع منه خلاص بس يا عم خش على يا عم النفاذ يا عم على فينا قول يا عم يلا قول حاجه كوده فينا كيفا فينا فينا كيفا فينا زيجوس فينك نا فينك في الاسمر بس على ده الفينا زيجوس ده فينا زيجوس ويطلع بيكمل بيبقى ده الاسود ده ماشي عشان يطلع منك ال مع النهار يطلع منه اول حفار عشان اورتي كاش يطلع منه باكج فلك اورتي كاش محمد خلص يا عم مش واضح يا محمد لازم انا فعلا الرايت سايد على كل بيطلع منه ده البريك سفلك ماشي بيطلع منه ثلاثة بوستو سيرفايكل ترنك ماشي بيطلع منها اثنين ديب سيرفايكل بوستو سيرفايكل ماشي بوستو سيرفايكل هيطلع منها اثنين سوبيرم سوبريم انترتوستا ودوسا اسلام ماشي ده يطلع منه واحد ثاني يطلع منه ده يطلع منه الدبرال المفروض ان في سوبر فيش يعني ده مش موجود طب حد بقى